يا اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه في الفقره دي هنتكلم عن مجموعه يعني من الموضوعات المختلفه كلها بطبيعه الحال متعلقه بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي الفتره اللي جايه قدامه مجموعه من التحديات، سواء كانت تحديات محليه او قاريه. هنتكلم عن تفاصيلها كلها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن عمرو الحديدي النجم السابق للنادي الاهلي. صباح الفل عليك يا كابتن واهلا بيك منورنا. ربنا يخليك يا استاذ كريم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. واول مره معانا بقى في الاستوديو الجديد عتبه جديده زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل. لا حقيقي منورنا. وخليني ابدا معاك لان عندنا ملفات كتيره، بس نبدا بامبارح. يعني كان توقعات حضرتك اصلا لماتش الاهلي والمريخ ايه بامانه؟ وفي نفس الوقت هل امبارح كان ليك اي تعليقات معينه، طبعا بجانب الاخطاء التحكيميه عشان ده ملف لوحده هنتكلم فيه بالتفصيل، بس كان ليك توقعات معينه وحصلت امبارح في المباراه؟ يعني هنقول ان النادي الاهلي اللي انتهى بيه في مباراه فرقه بدا بيه في مباراه المريخ اللي هو الضغط الروح، واحرزنا هدفين. كويس تمام. كل الناس بقت عندها دلوقتي، المشاهد او مشجع النادي الاهلي عارف عنده امكانيات وعنده ثقه في لعيبه النادي الاهلي، يقدر يسجل مره واثنين وثلاثه. فجاه انت وصلت للدقيقه 42 وانت مستحوذ على مجريات المباراه، دخلت المريخ في الجيم تاني من الاول وجديد بعد ما احرز هدف في الدقيقه 42 ونص. خلاص فاضل دقيقتين والحكم هيصفر. طيب انت دخلت نفسك في حزب بيرما اللي هي ايه، لازم اعزز الهدف يا اما الراجل ده هيضغط عليا. طيب الطلاسم اللي عملها فرقه المريخ انت فتحتها بعد الهدف الثاني، فتقدر تعزز وتامن الدقيقتين الباقيين وتبدا من الشوط الثاني باسلوب جديد، ويبقى عندك غيارات ومفاتيح لعب جديده تطور بيها الاداء عشان تبقى بتضغط على فرقه المريخ. فرقه المريخ متواجده في مصر بقالها 70 يوم، فحافظت ملعب السلام بالكامل. شكلهم امبارح زي ما يكون ملعبهم صحيح. شغالين بقالهم فتره. في الوقت اللي مستر موسيماني بيفكر ان يعزز ويامن عمليه الربط ما بين خط الظهر ونص ملعب بحمدي فتحي، الموازين اتقلبت وابتدى يبقى حسين الشحات وطاهر على حساب تاو وعلى حساب عبد القادر. دخلنا في مجريات المباراه الشوط الثاني بفكر جديد. الاهلي استحواذه لنص الملعب قل، ابتدى الاهلي يضغط عليه. في الوقت اللي حمدي فتحي نزل فيه اللي هو الاهلي فقد تركيزه لمجموعه دقائق. ليه؟ ما احنا يعني حضرتك احكي لنا او اسرد في شرحك، بس عايزين نقف عند كذا حاجه فعلا من الوقائع اللي حصلت امبارح، عايزين نعرف ليه. انا مش هقول على لعيبه النادي الاهلي بس. يعني احنا كنا موجودين في الكيان ده وما زلنا موجودين، احنا بنقول دي طبيعه اللاعب المصري. المصري بقى اللاعب المصري دخل فينا هدف او اتنين بيجينا اريحيه معينه ان احنا امتلكنا زمام الموضوع. طب ما انت دخلت نفسك في حزب بيرما في ماتش فاركو، جبت واحد واتنين وتلاته، دخل فيك جون، عززت، تقدر تعمل ده. طب ما من الاول هم ال 90 دقيقه درجه تركيزي تشتغل من الدقيقه واحد لغايه صفاره الحكم. بالظبط. طب احنا ما بنتعلمش ده ليه طالما ده اتكرر اكتر من مره قبل كده وكلنا لمسنا وكلنا شاهدنا على ضياع بطولات في بعض الاحيان نتيجه ان اللعيبه بتاعتك اكتسبت الثقه بعد ما جابت هدفين ولا حاجه وريحت عليهم. يمكن هقول لحضرتك حاجه انا تملي بقولها، ويمكن ده مش اعتراض على مدرسه مستر موسيماني. تملي بقول له انتهى الدرس مستر موسيماني، محاضره محمود الخطيب مع حفظنا بالالقاب غيرت موازين الكوره. العامل النفسي، انت عندك احسن لعيبه في مصر. العامل النفسي ده ليه شكل تاني. نمره واحد، انك السرعه انك تجيب محمد عبد المنعم من بطوله الامم وتدخله يحصل انسجام بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، ما حسناش ده بيته، التربيه اللي هو متربيها داخل النادي الاهلي عززته ان هو يبقى موجود وما فيش بعد. عارف بقى يا استاذ كريم لما يبقى الناس كلها بتفكر هو الشناوي خرج ليه؟ وشنو ضغط ليه؟ انت في الملعب شكل وانت بتتفرج شكل تاني خالص. اكيد. وانت في الملعب الموقف محتاج ده. لا ومطلوب منك تقرر في كسر من الثانيه. ما بنلحقش يعني طبعا. الشناوي اما لقى التحرك ما بين محمد عبد المنعم وما بين رامي ربيعه وما فيش ربط ما بين الاثنين، قال اطلع اقفل على زاويه التمرير اللي اتعملت مع توني ادجو. ليه؟ عشان هيبقى عندي ثلاث حلول، هتخبط في جسمي، عندي ايدي تقدر تساعد، عندي رجلي تقدر تساعد، يبقى عنده ثلاث حلول. خدمته وراحت في حته تانية خالص، جه منها هدف. الجون الثاني النادي الاهلي بيخش فيه ثلاث اجوان في ماتشين ما تحصلش، هدفين المريخ وماتش فاركو الهدف. لازم تمرنتي تبقى باينه، الاهلي بيتضغط من كل اللي حواليه. من المباريات انت خلصت امبارح عندك الثلاث بيراميدز، يعني النهارده تمرينه خفيفه، يوم الاثنين هتاخد محاضره شفهيه لتصحيح اخطاء ما بتلحقش تعدلها. هتخلص ماتش الثلاث هتريح الاربع، هتكون في جنوب افريقيا يا الخميس يا الجمعه الصبح عشان تلعب ماتش السبت. مش ده صعب؟ ده ضغوط على اللعيبه طبعا. طيب هنقول ده كله احنا متعودين على كده، هنريح نفسنا ونريح النقاد ونريح الناس اللي عايزه
تهز حته من الكيان احنا متعودين ضغوط الماتشات احنا متعودين عليه. النادي الاهلي في الوقت ده المحاضره او الحديث اللي هيبقى من بين مستر موسيماني واللعيبه هو التهيئ النفسي والدفعه المعنويه لارتفاع الروح اللي احنا هي دي المكسب رقم واحد. الاهلي لما خلص مباراه فاركو كسبنا خمس حاجات هم اللي احنا شفناهم في ماتش المريخ. رجوع محمد شريف للتهديف مره ثانيه طبعا، ثقه النادي الاهلي في ادائه، الروح اللي كانت مش موجوده، الارقام اللي هي 4 و3 و2 لتعليه نسبه الاهداف، خمسه استحواذك على مجريات المباراه. انت امبارح اما كشرت عن انيابك عمرو في دقيقه من الدقيقه 77 للدقيقه 81 الاهلي احرز هدف. عايز تعرف شكل النادي الاهلي ايه؟ من الرياكشن بتاع عمرو السوليه وهو بعد الهدف. مش احنا اللي بنتهز، احنا نقدر نجيب جون في اي لحظه، بس مش كل مره هتسلم. الدرس بالنسبه لنا هيبقى كده. حصلت والدرس كان جه بدري شويه بس استفدنا منه، اللي هو ماتش سان داونز. انت ضاغط وماسك مستحوذ على مجريات الملعب وكل سيطرتك على الملعب، وفي دقيقه هو جاب هدف وقفل وضغط عليك وعمل تكتل دفاعي عشان يخرج من مباراه البر الامان. مش كل مره انا هبقى فاهم الدرس، غيري برضو بيفهم وغيري برضو طبعا بيعرف يشرح طبعا وغيري برضو بيعرف يحلل، بيعرف يحلل اداء لاعيبه النادي الاهلي. كويس. امبارح تاني كل الناس بتضغط على النادي الاهلي، هو ظهر علي معلول، انتوا نقاد ولاعيبه وخبره وكل حاجه طبعا، احنا متعودين على كده. لعيبه النادي الاهلي فجاه بتخرس كل الالسنه دي ان هي تكسب الثلاثة بونت. انا خدت اللي انا عايزه المباراه، كسبت 3 بونت، صحح اخطائي عشان ما تتكررش بالزبط في المباراه اللي جايه. احنا عندنا سان داونز فعلا، هنسال هنتكلم بالتفصيل معاك كابتن عمرو لازم، لان سان داونز كمان احنا عايزين نعرف هل الاخطاء اللي حدثت في لقاء القاهره هيتم بقى تداركها من قبل موسيماني، وازاي برضو علشان نقدر ان احنا نعدي، لان المباراه زي ما حضرتك قلت. بس تسمح لي بعد الفاصل، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع كابتن عمرو. كنا بنتكلم في الفاصل انا وكريم كابتن عمرو يعني على المشهد في المباراة المرتقبة بين الاهلي وسان داونز، وازاي هيكون الشكل العام وايه الاخطاء اللي موسيماني ممكن ان هو يتداركها، وازاي اللي هيلعبك الخصم. وكابتن عمرو كان بيشرح لنا سريعا ايه الوجهة او ايه الشكل اللي هيلعب بيه سان داونز، وكمان ايه الشكل اللي هيلعب بيه نادي الاهلي. كابتن عمرو خلينا نروح للتفصيل اكتر. حضرتك كنت بتقول لنا ان سان داونز اكيد في الاول في الاخر هو عايز يحافظ على اللي هو وصل له من مستوى، فبالتالي ده مش هيأثر على الملعب ان هو داخل جيم مفتوح. خلينا نفهم اكتر من حضرتك. بصي حضرتك، هو النادي الاهلي اما هيخش على سان داونز الاهلي عايز حاجه من الماتش ده، مكسب، ابقى متساوي معاه في النقاط في اول المجموعه، دخل وقلب موازين، ما تضمنيش المباريات التانيه بتمشي ازاي. صحيح. سان داونز هيقول لك انا هلعب النادي الاهلي، فالمدير الفني بتاعهم في المحاضره هيقول انا عندي بونت ما فقدوش، ما كسبتش ما خسرش. ايوه طبيعي، انا بلعب في ملعبي طبيعي. انا ما كنتش مصدق ان انا كسبت النادي الاهلي في مصر. صح. انا خدت 3 بونت، انا راجع، انا اول انا خدت البطوله. انا خدت البطوله من وجهه نظره، انا خدت البطوله دي عززتني ان انا ابقى اول مجموعه. اتنين، الضغوط النادي الاهلي بيلعب فيها ان انا بطلب حاجتين، اكسب وابقى اول المجموعه عشان اصالح جماهير النادي الاهلي. ايوه دي مهمه قوي. صح. اللعيبه عارفه كويس قوي، بس هي في نقطه مهمه جدا لازم الناس تعرف، ان في وجود السوليه وفي وجود الو ديانج وفي وجود حمدي فتحي، الراجل ده حمدي فتحي ميزان ب 800 متر عالي قوي، بيعرف يربط ما بين خطوط النادي الاهلي كلها، ما بين نص الملعب وخط الظهر، ما بين نص الملعب والفيرود، ما بين الاطراف بتاعت النادي الاهلي. احنا من الدقيقه 76 77 بالظبط لغايه الدقيقه 93 الشوط الثاني ما حسيناش ان المريخ راح على النادي الاهلي خالص. عكس مجريات المباراه من الشوط الاول وجزء من الشوط الثاني، هما موجودين، توني ادجو و سماوي الصاوي موجودين في جوه حضن مدافعين النادي الاهلي. اخطاء النادي الاهلي اللي هي مش اخطاء، هي تركيز بس والتزام بس متكرره، يعني اللي يزعل انها متكرره كابتن. بص حضرتك، في لعيبه بتبقى في الملعب وهو ماتش شغال انا بتفرج وسرحان. معقوله؟ اه طبعا. طب هو مش عدم تركيز لعيبه النادي الاهلي معناها ان ده خطا منهم؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذ كريم، مش عيب ان انا اكون اسم كبير ونجم وحد يوجهني. طبعا. اصل التوجيه اللي انت هتوجهوني مش عايز اقولها بلغه الكوره بقى، انا مش بترسم عليك او بقول بقلل من قدراتك. توجيه بناء. انا بقول ان انا
اما بلتزم الالتزام بالنسبه لي احنا اتعلمنا ان اما يبقى في فيرود انا مكلف برقبته العب عليه مان جوه الصندوق بره الصندوق بسيب اريحيه انه يتحرك ومراقب عيني عليه بس جوه الصندوق منطقه محرمه للفيرود وممنوع الدخول عندي يبقى انا من الاول انا يعني مش بقول لرامي ولا محمد عبد المنعم ولا ياسر ولا متولى لما يرجع اما الكوره هتيجي فيك مش هتعورك وانت بتضغط ما تديش ظهرك مش هتعورك ولو عورتك انت بتحافظ على حاجه معينه انت بتحبها ساعتها عشان تكون موجود جواها وتكون موجود في المكان ده المكان ده ما بيتواجدش فيه غير نجومه بس اللي هو النادي طبعا. الاهلي طبعا انت المفروض في حاجه بيقولوا ايه انا بيتشرح لي في المحاضره او في محل الاداء في اخطاء معينه استاذ كريم بيدونها وبيجي يكلمني فيها لا في حاجه في الملعب اسمها لغه الحوار بيني وبين الزميل مثلا جنب ابو الدهب جمونا واحنا بنلعب كانت لغه كلام بعد شويه بقت لغه اليه بالنظر خلاص كنت لسه هقول لحضرتك بالعين احنا بنبقى قاعدين بنتفرج يعني انت بتبقى في الاستاد والصوت كتير والجماهير بتشجع ومجرد نبره الصوت كانت من مشير ابو الدهب كمونا جمال السيد كان بينكم رابط خلاص مختلف. انا عارف بالزبط. نريح نفسنا اما كانوا الاثنين مساكين بيتكلموا ها يا مشير نعمل ايه من تو من في كل حته خلاص يبقى انا ماليش دعوه بقى تقول لي ما تقوليش انا واخد الراجل ده وبس انا واخد الراجل ده وبس هاخده في كل حته خرج بره اخرج معاه الكره تطورت وبقت بنقول ايه سلم واستلم من المكان بس طب. سلم واستلم من المكان وفي حركه سريعه في الملعب هيبقى فيها ضرر بالنسبه لي وتمثيل خطوره عليا طب تعالى بقى نروح محليا نرجع محليا مره ثانيه لان احنا عندنا ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي ماتش مهم قدام بيراميدز وبطبيعه الحال هيكون اللقاء قوي لان الهدف يعني مهم للطرفين بيراميدز فرق عننا بونت واحد تقريبا وهم يمكن لاعبين مباراه زياده عننا لو انا مش غلطان يعني بس اكيد هيكون لقاء قوي شايف ممكن تمشي الحكايه ازاي في الماتش ده بص يا استاذ كريم الميديا والتلفزيون القنوات المسموعه والمرئيه والمشاهدين بيضخموا الموضوع ده في منشات عايز اقول لحضرتك كابتن عمرو كان قال لك معركه الاهلي وبيراميدز معركه او موقعه حاجه كده فاللي هو مش الدرجات دي يعني في اقول لك على حاجه لو سمعت الحوار اللي نزل على مستوى مصر في مباراه المريخ الاهلي هيلاعب باريس سان جيرمان بكام النجوم طب ليه؟ هو انت بتخوفني انا؟ اذا كان انا بابا افريقيا معلق ميداليات كاس العالم للانديه وبقى عندي مناخ من البطولات وعندي يعني هقول ايه عندي معرض كبير من البطولات دي متحف ده احنا بنبني والله دلوقتي مباني عشان نحط الجوائز طيب. بتاعتنا احنا دلوقتي هنريح دماغنا في ايه انا هدي احترامي الشديد لوجودي مع الخصم اللي هو مؤقت موجود اول المجموعه وهحترمه وانفذ فكري انا كمدير فني ولاعيبه في الاداء احنا هنتكلم بقى في الحته اللي هي بيقولوا فلفل وشطه عشان الموضوع ياخد او المباراه تاخد شكل تاني اصل رمضان راح بيراميدز اصل احمد فتحي راح بيراميدز اصل عبد الله السعيد راح بيراميدز انا ماليش دعوه انا هاخد بقسم الملف بطريقتين الملف الاولاني هو الملف اللي بيحبه جماهير النادي الاهلي هو الدوري العام هلعب باسلوبي وبفكري مش هقلل من قيمه الخصم وهي بروفه لمباراه السبت اللي هو الانسجام ما بين اللعيبه مش تمرينه على فرقه من مصر لا فرقه محترمه فرقه هحترمها اكتر شويه وهنفذ شغلي عشان اخرج من مباراه البر الامان بروفا لمباراه سان داونز بالاسلوب اللي انا هلعب بيه. بقت مصر كلها دلوقتي نقاد بتقول لك هو موسيماني بيلعب 4-3-3 الفكره كلها مش في طريقه اللعب في 2 أو 3 لعيبه موجودين في الملعب بالربط مع مستر موسيماني ومحلل الاداء اقدر اغير شكل طريقه اللعب من لعيب ممكن يبقى السوليه ممكن يبقى حمدي فتحي ممكن يبقى الشناوي هو اللي بيوجه بره شغل صبوره جوه شغل لعيبه في ناس بتدير من خلال المباراه من الخطوط على صبوره تحريك لاعبين وفي ناس بتدير جوه كفكر بني ادمين بشتغل انت اللي بيني وبينك فكري تطوري ابداعي هو انا هقول لحضرتك تخش ازاي تروح تجيب جون انت حاطط نفسك في الموقف ده بتقدر تعمل ايه مباراه بيراميدز مش هنعيد بقى كرت قبل كده ونستنى النقاط ونستنفذ صحيح. نقطه في 2 و3 لا خلاص من الاول انا بضغط واما بكشر عن انيابي بدوس على اي حد صح هو ده الاول بس هي دي الكلمه دي ما تزعلش لا. مش بدوس بقلل من قيمتهم لا لعيبه النادي الاهلي عندنا حب لبعض
مفيش حد يقول كلمة في عكس الملعب يعني مش في الملعب. انا لو بتعصب عليك للصالح العام ليك قبل ما يكون ليا لصالح الكيان بالكامل لحصد بطولات التاريخ هيقول اسمك في يوم من الايام صحيح. انك كنت متواجد في المكان ده وحققت ده صحيح. فانت مطلوب منك حاجه واحده، فكر في ده وسيبك من كل مؤثرات الصوت الخارجي. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وزي ما ابتدينا الكلام يعني احنا عايزين دايما النادي الاهلي ان هو يرجع بالمستوى او يظل في المستوى ويحافظ على المستوى اللي الجماهير تستحقه منه حقيقي، وهي دايما داعمه ودايما في ظهره. نورتنا يا كابتن عمرو والله بجد، صحيناك بدري. انا معلش انا نمتش بس معلش انا اسف انا اتاخرت، انا اللي اتاخرت. نورتنا كالعاده، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات، وان شاء الله بمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتفتح بقى ملف مهم جدا مع دكتوره دينا ابو السعود. ارجوكم تابعوا الفقره دي هتكون مهمه.